الطريقه راه مهمه، لان ملي كنشوفوا الناس كيفاش كيديروا الماسك اليوم، راه كنتسائلوا هذاك الماسك اللي مديور واش دايروا هير ديكور ولا دايروا باش هو مسؤول على 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 على, على, على اللباس ديالو. فبالتالي هذه راه مساله حتى هي خاص التحسيس فيها، وما يمكن ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال، راه التراخي سبب ديال الانتكاسه. الحركيه ديال الفيروس كتمشي مع الحركيه ديال الانسان. بعض المناطق اليوم في المغرب عرفات بعض الاصابات اللي ما عمرها كانت عرفتها، علاش؟ بالسريان ديال الحركه ديال ديال ديال, ديال النقل ديال الانسان. ما يمكنش الفيروس يمشي بلا ما يديه شي واحد، راه ما عمرنا سجلنا هذا العدد اللي هو هاي. حتى العدد ديال الاصابات اللي ولاو كيدخلوا الانعاش اللي كنقولوا يوميا كثر، فبالتالي ما يمكنناش نهار واحد نضيعوه كنزيدوا. اذا الى الفيروس ما كيعطيكش الديلي، شمن ديلي غتاخذ انت؟ ولو فرضنا ان عطينا الديلي شنو معنيتها؟ يعني معنيتها حنا اللي بغينا نمنعوا، شنو الهدف؟ والحركيه عدم الانتشار. اذا الناس اللي كاينين في هذه المدن كامل كنقول لهم الله يخليكم خذوا استعدادات ديالكم ديو معكم الفيروس للمناطق الاخرى اللي ما هي خاليه. لا، هذا المصلحه العامه، يعني ماشي مصلحه ديال الواحد الشخص. خصنا نقتضيو باش نقولوا ان المناطق اللي هي امنه اليوم في المغرب ما خصهاش نوصلوها للفيروس، والمناطق اللي هي فيها الفيروس خاص يكون الاحتواء ديال الفيروس باش الناس اللي كاينين تما عندهم هشاشه يمكنهم يخرجوا من الناس الانعاش ونقدروا نسيطروا عليه. اليوم اللي كنقولوا الحاله المقلقه ما معنيتهاش انها خرجت على السيطره، لا مازال نقدروا نتحكموا فيها، ولكن بالانخراط ديال الجميع. لما كنقول للمواطن المغربي وكنلوحوا انا حتى انا مواطن مغربي، راه كنا مواطنين مغاربه، ماشي كنقتصر المواطن هو اللي في الزنقه واللي خدام في الاداره وداكشي، راه ماشي مواطن. راه الالتزام بالاجراءات الوقائيه هو ملزم على الجميع اللي كيحس بالمسؤوليه. هذه مسؤوليه فرديه ومسؤوليه جماعيه. الا بغينا نحافظوا على راسنا ونحافظوا على الناس ديالنا، خصنا نعرفوا نستعملوا هذا القناع هذا كيفاش، بهذه الطريقه هذه اللي خصنا نستعملوه ونبدلوه كل مره ونضفوه ونعقموه. من غير هذا الشيء هذا راه ما كاينش شي حل اخر للعالم اليوم تيقلب على الحلول، اللقاح لا كيتسنى الادويه اللي هي مضاده للفيروس اكسيتا. عندنا هذا الحل بين يدينا ونستعملوه الله يخليكم. المغرب كان عنده كان كيشيد به العالم من ناحيه النتائج، خصنا نبقاو، لان الدرجه الوعي اللي كسب المواطن المغربي هي جد مهمه. ما خصهاش اليوم تمشي في ظرف وجيز. كذلك السؤال اللي كان مطروح من ناحيه بالنسبه على القضيه ديال واش نقدروا نرجعوا للحجر الصحي، هذا اختيار جد مؤلم صعيب باش نقدروا نفكروا فيه، ولكن راه ما عرفناش التطور الوبائي كيف غيكون في العالم. انتم كتشوفوا العالم كله تيحاول ياخذ اجراءات اللي كتعلق ديما بالاجراءات الوقائيه، ما باش ما يرجعش الحجر الصحي في العالم كله. بلد واحد يرجع اليوم للحجر الصحي، بلد واحد اللي رجع وسد على المدن ديالو، سد على المواطنين ديالو، هو كازاخستان. فبالتالي ما يمكنش الا ما كانش الا كنا نفكروا بهذه الطريقه، لان حنا اختارينا واحد المسار ديال التدرج وعطى النتيجه وما استنفدناش جميع الحلول. الحلول بين يدينا وبين يد المواطن المغربي، بين يدنا كاملين نقدروا نسيطروا على هذه المساله هذه، وما نفكروش في الحجر الصحي لان التداعيات ديالو جد جد قاسيه. فبالتالي حنا هذا هو اللي بغينا نهربوا منه، باش ما نوصلوش لهذا التفكير ديال الحجر الصحي.